بلو جمال، مرحبا بكم. هذا الفيديو كارول فيريتاس هي من ترافقنا. كارول فيريتاس هي أرتزية من البرازيل، هنا في انستغرام ومؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتترجمها في ولاية سانتا كاتارينا بالبرازيل، تاريخ 16 فبراير 1998، من العمر 24 سنة، اعتبارا من عام 2022. علامتها الفلكية هي برج الدلو. فازت الجميلة بمسابقة ملكة جمال الحجم الكبير لولاية سانتا كاتارينا. جميلة شاركت في مسابقة الحجم الكبير للبرازيل لسنة 2019 التي جرى تطويرها في ساو باولو في 27 أبريل 2019، لكن لم يساعدها الحظ واحتلت المرتبة الثانية. جميلة تقول بإحداث زويناتها: بسوء الحظ لم أحضر إلى الوطن تاج ملكة جمال البرازيل، حضرت المركز الثاني وحزام الأمير الأول. تمت الجميلة إلى تطبيق الانستغرام في مارس 2015. الحزمة البرازيلية لديها قاعدة جماهيرية لا يستهان بها تقدر بأزيد من 126,000 متابع. جميلة تعاملت مع العديد من ماركات الأزياء والملابس تقوم بترويج لمنتجاتها، كل هذا يجعلها تربح الكثير من الأموال في ذلك. تقدر تروج الحسنة البرازيلية لسنة 2021 ما بين 100,000 و500,000 دولار أمريكي. جميلة في الطول 168 سم، وزن جسمها 77 كيلوغرام، قاس صدرها 86 سم، قاس خصرها 73 سم، أما مقاس الورق 108 سم. شعرها أشقر ولون العين خضراء، الجنسية برازيلية. لذا نرجوكم تابعونا المزيد القادم، وشكرا.